أحمد الله عز وجل الذي وفقني في ختم كتاب الله عز وجل. أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى شيخي الكريم بوشامة عبد القادر، وإلى والدي الكريمان حفظهما الله، وإلى جدي بوشامة يوسف، وإلى جدتي، وإلى جدي وجدتي رحمهم الله. أتقدم بجزيل الشكر لفضالة الشيخ بوشامة عبد القادر وأبواي الكريمان حفظهم الله، وكل من ساعدني وحفزني على في حفظ كتابه الكريم. ولدي رشيد بدأ حفظ القرآن في سن 10 سنوات، وبفضل جهوده وإصراره على حفظ القرآن يسر الله له هذا وأتممه بعد 3 سنوات، وهذا بفضل الفضل الأول يعود إلى والدته وإلى الله. تشرفنا اليوم بتكريم أبنائنا من حفظ القرآن الكريم من ولاية مستغانم. كان عدد المكرمين هو أكثر من 11 طالب. كل هذا التكريم هو تحفيز لابنائنا على حفظ القرآن الكريم.